في التعامل مع المستهزئين، لأنه إحنا مرجعنا الأول القرآن الكريم. فلما القرآن الكريم يقول إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وهذا اللي حصل، استهزاء. طيب هذا الموقف الآن في القرآن، إيش نسوي يا الله؟ إيش الأمر الإلهي؟ فلا تجلسوا معهم، خلاص انتهينا. فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني الأمر الإلهي مش أنه نقتلهم علشان استهزأوا، يعني ممكن ترجع تقعد معهم بس يخوضوا في يعني حديث غيره. الآية نعم. حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لو نفس الناس، شوف عدم شخصنة الموضوع، نفس الناس خاضوا في حديث غيره، خلاص تجلس معه. هذا التعبير الإلهي والأمر في القرآن الكريم التعامل مع استهزاء. ما في شيء اسمه بالقول واحد استهزأ أنت يعني ترد عليه بالقتل. أنا على تويتر لما قلت أن نكون حذرين في الاحتجاجات، كان يقول لك لو واحد سب أمك ولا أختك شو ممكن تتصرف، ما بالك لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب يعني هو لو واحد سب أمي وأبوي حروح أقتله؟ على هيك هم عايشين في غابة؟ مفترضين هيك. من قال يعني؟ وأنا لي القدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعبير القرآن للتعامل لمشاعر الرسول الداخلية لما كان يحصل كذا، إيش يقول القرآن؟ فلا يحزنك قولهم. ما قال القرآن فلا يغضبك قولهم، مشاعر الرسول كانت مشاعر حزن على أقوالهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك، يعني مشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يكفروا به ويستهزئوا به كان باخع نفسه، يعني مهلك نفسه غما وحزنا، كان يلوم نفسه لعلي أنا مقصر في الدعوة، أسوي عمل أكبر، أذهب إلى الطائف، أذهب إلى، ما هو السبيل؟ باخع نفسك. نعم، ما هو السبيل لمجابهة الناس؟ ايه، بس نتركهم. الرسول كيف تعامل كان مع ابن سلول مثلا؟ يعني معلش أضرب مثال ابن سلول بس عشان نأخذ منه بشيء عملي، لأنه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الهدف منها نحولها لشيء عملي. رأس المنافقين، وما ساب الرسول عليه السلام يوم من أذية واستهزاء، ومن واحد هجري إلى تسعة هجري وهو يعني من أكبر المعادين في المدينة المنورة، وهم راجعين من إحدى الغزوات كان جالس ابن سلول مع أحد مع بعض الناس، فقال لهم سمن كلبك يأكلك، والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. صحيح. بيتكلم عن مين؟ عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام الحادثة ماذا فعل؟ تركه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. خلي المشاهدين يقرأوا لأنه اليوم ما في وقت، أسرد لهم كمية الأذية اللي جات من ابن سلول. الشاهد ماذا فعل الرسول في وفاته لما كان على فراش الموت ابن سلول بعد كل هذه الأذية؟ جاء وعاده، زاره في مرضه، فصار بينهم حوار، يحكي أحد الصحابة، صار بينهم حوار، ثم قال ابن سلول للرسول عليه السلام من علي اليوم بقميصك كفني فيه وصلي عليه. هو على فراش شوف مين؟ رأس المنافقين. فصلى الله عليه وسلم مع كل اللي سواه العشر سنوات من الأذية أعطاه قميصه وجاي يصلي عليه. عمر بن الخطاب جذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عجب الوضع، قال يا رسول الله، هو يحكي عمر يقول كنت أعد للرسول عليه السلام أيامه الخبيثة، أقول له هذا اللي قال سمن كلبه يأكلك، وهذا اللي فعل وفعل وفعل، تصلي عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، فإن الله خيرني، ووالله لو أعلم أني أستغفر له أكثر من 70 مرة فيغفر الله له لاستغفرت له. الله أكبر. هذا ابن سلول. إذن طب معليش، عفوا، القصة دي هذه علشان بس نقرأها ونتأثر وتدمع عيننا من رحمته صلى الله عليه وسلم ونوري العالم هذه القصة اسمعوا كيف الرسول، ولا عشان نطبقها؟ طبعا الرسول لو بيننا اليوم صلى الله عليه وسلم تعتقد كان حيعطي بالا لفيلم رخيص تافه صاحبه أصلا؟ أنت عارف أنه تسجن أول أمس؟ صاحب الفيديو تسجن. ليه؟ محتال على قضايا أخرى، محتال، راجل محتال عنده قضايا أخرى، سرقة ونهب ومش عارف مين سجنينه حاليا. هل يعقل أنه فيديو وشخص زي ده يقيم أمة ويقعدها؟ فيديو يحرك 1.5 مليون مسلم وإحنا نعتقد أنه في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ معلش في شعرة، أنا عندي كلمتين كمان قول ولا خلصنا؟ قول لأنه معلش في شعرة
بين الغضب لله والغضب للنفس. هل إحنا غضبنا لله ولا غضبنا لأنفسنا؟ هذا سؤال. وأنا أعطي إشارة. إذا الغضب لله المفروض أنه غضبنا أنه صارت إهانة لنبي من أنبياء الله بغض النظر من هو. طب لماذا لم نغضب لما نستهزأ بعيسى عليه السلام؟ لماذا لم نغضب لما استهزأوا بموسى عليه السلام؟ فيلم History of the World من الثمانينات مستهزئ بموسى وعيسى وبيستهزئوا بالله هم كمان. لماذا لم نغضب؟ لماذا غضبنا بس للرسول عليه الصلاة؟ كلهم أنبياء. كلهم أنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله. فهل هو فعلا غضب للأنبياء ولا غضب لأن الرسول عليه السلام يعني عربي وتبعنا؟ فكأنهم حلوة تبعنا. أيوة تبعنا. كأنهم أهانونا إحنا. ترى شعرة الغضب الصحابي لما جاء يقتل أحد في أحد المعارك أحد الكفار فجاء يقتله فالكافر بسق في وجهه فتركوا الصحابي ومشي. فاستغرب الكافر قال له يعني دوبك كنت حتقتلني. قال كنت أريد قتلك لله. لما بسقت في وجهي خشيت أن يكون قتلك شخصي لنفسي. شعرة. نعم. شعرة. طيب. معلش. فلنقتدي بالرسول عليه السلام. فلنغضب للرسول بأخلاق الرسول. حلو. بأخلاق الرسول. ما كان يرضى صلى الله عليه وسلم لو شاف الشوارع العربية وكل المآسي والناس اللي قتلت ما يرضى. بعدين يا ريت آخر كلمة. قول. معلش إحنا لا. هذا الوقت. آخر كلمة. قول. ضروري. إيه. يا ريت نغضب على الأمور اللي فعلًا تغضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلًا تغضب الرسول. اللي هي لما جاء واحد يبغى يعني قالوا اشفع للرسول اشفع عند الرسول واسطة. فغضب. وحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقام في المنبر وقال والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها ما احنا ما عندنا واسطات. عدل. كان يغضبه الظلم، كان يغضبه سفك الدماء. مئات المسلمين اللي قاعدين يموتوا اليوم في بعض الدول كل يوم بنشوف قتل، ما شفنا البليون ونص غضبوا من اجلهم. نعم. فنغضب على الامور اللي فعلا ستغضب الرسول. بالامس غضب البعض على موضوع برشلونه وجلعات شليط والاسير السرسك وشتمنا. أيه. وهجمنا بس على نادي ما لنا العلاقه. نعم. فيه 60 جد ما بيجمعنا. فالاولويات يا مصطفى لو الأولويات. نعم. نغضب على الامور فعلا اللي نعم. تؤثر في الامه اللي قاعده حاصله من فساد وظلم والامور اللي احنا عارفين الرسول عليه الصلاه والسلام لن